قرار الشيخ الأفضلية بوزو بو 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 هيلة تمريرة والهدف جول. قلت لكم في بداية المباراة بأن فابريغاس معروف بتمريراته والأطباق الجميلة التي يحطها للرفقاء من كرة واحدة من لمستين البارسا تصنع الفارق. دافيد شوف التمريرة كل يا دافيد فيا خد هذه التمريرة على طبق حط رجلك فقط تفتح مجال التسجيل للبارسا. جيست فابريغاس يحطها على طبق واحد من أحسن الممررين على الصعيد الأوروبي في وضعيات مثل هذه. جيست فابريغاس كان يفعل نفس الشيء مع أرسنال ها ومع البارسا يمرر كرة من أروع ما يكون. رقم هجمة معاكسة سريعة جدا عن طريق بيدرو رودريغيز في السرعة. هاي الكرة دي وخطيرة. ميسي والهدف جول 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 الهدف رقم 80 لميسي خلال سنة 2012 والهدف رقم 60 لميسي خلال هذه السنة مع فريق برشلونة في الدوري. ميسي يفعلها مجددا ويسجل الهدف الثاني هذا لفريق برشلونة الهدف الثاني. عرفها هو بالكيفية اللي يقنها هو شوف السرعة الفائقة في الأداء من جانب عناصر فريق برشلونة يصنعون الفارق هنا في مثل هذه الظروف بالسرعة الفائقة وبالرتم العالي وبالفعالية اللازمة عند المهاجمين عند ليو ميسي الذي يسجل بيسراه على يسار الحارس إيفان روبن. برشلونة تفعل مرة صعبة الكرة هذه وخطيرة وتدخل وتمرير والهدف الثالث. تشافي 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 يسجل هدفه الثاني هذا الموسم الهدف الثالث لبرشلونة في مدريد أمام رايو فايكانو. تشافي بعد ما نال الجائزة فريق برشلونة في هذه المباراة في وقت كنت أقول بأن اللقاء سيتمكن فيه فايكانو من تسجيل هدف أو البارسا من تسجيل ثالث. التمريرة من جوردي ألبا بالسرعة والدقة اللازمتين تشافي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة هدف الثاني هذا الموسم مع فريقه. هو ينطلق بيدرو رودريغيز على الجهة اليمنى بيدرو رودريغيز وبابا إلى الرابع. فابريغاس فابريغاس يسجل الرابع لصالح فريق برشلونة ينهار فايكانو الآن. جيسك فابريغاس يسجل هدفه الثالث مع البارسا هذا الموسم. جيسك فابريغاس ممرر وجيسك فابريغاس مسجل هذا القادم من الصار وتحول إلى عنصر أساسي ويحسب له ألف حساب في فريق برشلونة من لاعبي البارسا. جيسك فابريغاس في المكان المناسب عندما يكون البارسا يهاجم وفي المكان المناسب أيضا عندما يضيع الكرة الثانية. وانطلاقة صعبة لصالح فريق برشلونة. الخامس نعم هدف خامس ليونيل ميسي يفعلها مرة ثانية يراوغ باليسرى ويسجل باليمنى. الثنائية ليونيل ميسي يسجل هدفه الثالث عشر هذا الموسم. من يوقفك يا ميسي من يوقفك يا ميسي صار في رصيدك 13 هدف في المباراة هو كذلك. شوف تدفع الثمن انطلاقة من الوسط من جانب عناصر برشلونة وراح ميسي خلف المدافعين يخرج وجها لوجه يراوغ باليسرى يسجل باليمنى في المساحات الصغيرة يحبذها ليونيل ميسي. ينام طيلة المباراة يفطن مرة واحدة عندما يفطن ينطلق ويسجل ليونيل ميسي.